مهم جدا نروح دلوقتي لتصريحات زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل بدايه تدريب الاهلي عشان نعرف منه اخر الاخبار والترتيبات الاخيره قبل مواجهه حرس الحدود بكره في الدوري. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر الاخبار عندك وبكره مباراه نقدر نقول تحصيل حاصل، ولكن خلاص ضمن اخر اربع مباريات للاهلي في الدوري العام، ولو عندك بقى معلومات متعلقه بالفتره الجايه كولر هيفكر ازاي، ايه الجديد الفتره الجايه، بالتاكيد محتاجين نسمع كل التفاصيل دي من خلالك. يعني بالتاكيد طبعا مرحله وموسم يعني شاق جدا من تلاحم مباريات، والنتيجه في الاخر يا محمد اما بيكون التتويج من نصيب النادي الاهلي كل الامور دي بتزول تماما، ما حدش بيفكر طبعا في الظروف والايجاد، لان الحقيقه كان موسم صعب جدا الكل اجتهد فيه، بدايه من مجلس اداره النادي الاهلي الجهاز الفني، رغبه اللاعبين الكبيره جدا جدا الحقيقه في تحقيق بطوله الدوري العام في مكانها الطبيعي هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان كده بنوجه كل التحيه والتقدير والشكر للمنظومه كلها بالكامل بدايه من مجلس الاداره جمهور النادي الاهلي اللاعبين على هذا الاداء المميز جدا على مدار الموسم، وبنامل كمان ان شاء الله يستمر الاداء والنتائج محمد حتى اخر مباراه في بطوله الدوري العام، ويمكن هي دي الرؤيه وهو ده المطلب الحقيقه اللي بياكد عليه مستر كولر مع كل لاعبي النادي الاهلي، بيقول الموسم ما انتهاش بالنسبه لنا، لسه عندنا مباريات عايزين نظهر بنفس الشكل، عايزين نحقق نتائج اكبر من كده، عايزين نادي الاداء المعتاد، لان الفينش بيكون مهم جدا، اما بتفنش الموسم بتخش في ارقام قياسيه كبيره جدا جدا، النادي الاهلي حقق ارقام يعني اكثر من رائعه خلال المرحلة الماضية، لكن زي ما بنقول محمد إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الغد المقاولون العرب والنادي الأهلي في الجولة اللي طبعا 34 من بطولة الدوري العام، بمشيئة الله إن شاء الله يكون الأداء مميز، تكون نتيجة مستر كولر كعادته إن شاء الله بإذن الله يقدر يختار توليفة مميزة، لأن إحنا عندنا معلومات يا محمد إن هيكون في عدد كبير جدا من اللاعبين هيحاول مستر كولر إن هو يعني يديهم بقى التقاط للأنفاس شوية، لأن المجهود زي ما بقولنا كبير جدا على رأسهم، يعني نقدر نقول معلول وديانج وتاو والشحات والشناوي والكهرباء من الممكن بنسبه كبيره جدا ان هم ما يكونوش متواجدين في مباراه الغد، الراجل عايز يدي فرصه لكل اللعيبه اللي ما بتشاركش خلال المرحله الماضيه، ودي امر مهم جدا ان انت تشوف اللعيبه اما تدي جرعات كامله اما تدي دقائق اكتر بتقدر تقيم بشكل كبير جدا يا محمد، عدد كبير من اللعيبه ممكن ينزل دقائق قليله ما يبقاش التقييم كامل، عشان كده ان شاء الله فرصه كبيره جدا لكل اللعيبه، ايضا كمان هيتم تصعيد عدد من قطاع الناشئين لسد طبعا الفراغ الخاص بالعدد في التدريب، وايضا كمان هيكونوا متواجدين، فيمكن عشان كده مستر كولر في خلال المباريات القادمه عنده مهمه ثقيله جدا اكتر كمان من بطوله الدوري العام، ان انت تقدر تستمر على الاداء المميز جدا في خلال المباريات القادمه. الامور طيبه جدا يا محمد، يعني منتظرين ان شاء الله باذن الله انطلاق تدريب فريق النادي الاهلي السادسه مساء، التدريب هيكون ساعه ونص ومنها كالعاده الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الغد مباراه المقاولون. الامور الحمد لله لعيبه سعيده جدا يا محمد، الكل سعيد بتحقيق بطوله الدوري العام مع مباراه الزمالك الاخيره، فينش اكثر من رائع، نتيجه اكثر من رائعه، لكن زي ما بقول لك عندنا امل كبير جدا ان احنا نستمر على هذا الاداء المميز على هذه النتيجه الكبيره جدا اللي بيحققها النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي انت عارف لاخر مباراه في بطوله الدوري العام عايز يكون سعيد، عايز يكون منتصر، وده اللي بنعمله ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي. كريم احمد موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره.